بما خص التشحيل بالزراعة الكثيفة. هلأ رح نحكي هيك بشكل عام ورح نحاول نقسمه لنقاط أساسية، شو أهم أهداف تشحيل بالزراعة الكثيفة، وبنا نعرف أنه بالزراعة الكثيفة التشحيل الصيفي أو التشحيل بفترة الأخضر بيمشي 100%، ولبقال له أهمية ممكن تكون أكبر من التشحيل بفترة الشتاء، يعني هو مكمل للتشحيل الشتوي، ولكن ببعض الأحيان ممكن يبقى له أهمية أكبر من التشحيل الشتوي، لأنه التشحيل الشتوي أيام إذا كان شوي جائر ممكن يعطينا نمو خضري، أما اللي ممكن يركز الشجرة ويخليها تدخل بالحملان بشكل مظبوط ويعطيها الشكل الأنسب هي التشحيل الصيفي، خاصة بأول سنين تأسيس البستان ممكن يساعدنا بشكل كتير كبير لحتى اللي ندخل بالإنتاج بشكل سريع ولحتى اللي نقدر ناخد أحسن نوعية. التشحيل الصيفي يا أخوان بشكل أساسي بيعتمد على تحرير الملك، يعني الملك نحن على ارتفاع 40 سنتي لا لازم يكون في بنيات حمل، لا لازم يكون في ثمار، يعني لازم كمان نتخلص من الثمار كافة، بالإضافة لازم نتخلص من كل الأفرع الموجودة حوالي، كل شيء بنسميه للوضيع أو لجورمو أو النموات الجائرة، هذه اللي بتبقى طالعة بشكل عمودي لازم نتخلص منها بشكل سريع بأول الموسم، لأنه هذه النموات عموما ممكن تنمى بشكل سريع وتنافس الملك وممكن تاخد سمكات كتير كبيرة وتاخد غذاء كتير كبير على حساب بعض البنيات يلي ممكن تتحول للحمل. هون عم نشوف التفرع اللي طعجناه من حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، شو كانت النتيجة تبعه؟ النتيجة تبعه أنه أعطانا بنيات حمل، وهذا الهدف تبعنا. هذا لو فلتناه ضيق لجوا هذا شو كان رح ينتج عنه؟ فرخ قوي وينمى على حساب ويعمل خشب على الفاضي، ولكن نحن لما جينا طعجناه هذا شو نتج عنه؟ انه ربى بنيات حمل، وهذا البنيه يعني دخلناه بالحمل بشكل اسرع وعطى توازن اعلى. ولكن من النقاط العالية محل طعجنا هذا الفرع بكثير من الاحيان بيطلع نموات واقفة، هاي ممكن تتحول للوضيع، وبالتالي بالتشحيل الصيفي من الأشياء اللي فينا نعملها هيدي البنيات فينا نجي نخنصرها، أو هيدي الوضيع اللي نميت على هالفرع ممكن نجي نتخلص منها، وبالتالي منبقى وصلنا للتوازن يلي بدنا إياه وتخلصنا من الأفرع القوية اللي نميت عليها. هلأ إذا بنجي بنتطلع هون هيدي كلها براعم حامل، يعني أنا إذا بجي بفتحها هون الله راد سنة الجاي كلها براعم، عم بكشفهم شوي تيبينوا على الكاميرا، هذه كلها براعم أصبحت جاهزة لحتى لتحمل سنة الجاي، يعني هذه كلها براعم حامل، وأنا هذا الهدف الأساسي أنه أوصل له. يعني هون إذا جيت طلعت عندي برعم حامل بالإذن شوي، هذا برعم حامل، هذا برعم حامل، هذا برعم حامل، من شو نتج؟ هذا نتج من هالطعج اللي أمنا فيها، فتحنا الفرع، مجرد ما فتحنا الأفرعة هذا رح يساعدها أنه تتحول للحامل بشكل أسرع. فإذا الهدف عنا بالزراعة الكثيفة أنه نوصل لمرحلة يصير عنا ساق أساسي وعلي بنيات متخصصة للحمل، وكل فرع جانبي هذا مخصص للحمل، نهار اللي بياخد سماكة كبيرة تتخطى 3 أرباع الإنش عموما هيدي الأفرعة الجانبية منحاول بالتشحيل الشتوي نشحلها أو نخنصرها لبل لحتى لي ترجع تعطي نموات جديدة هي تتحول للحمل. فإذا الهدف الأساسي بكل التشحيل أكان شتوي ولا صيفي يبقى عنا ساق أساسي وموزع عليه بنيات حمل من تحت لفوق، ولحتى لي ترش بشكل مزبوط وناخد أفضل نتيجة من ناحية الحجم واللون والسكر. وبالوقت ذاته لما منجي تنقوم بالمعاملات الزراعية خاصة بما خص الرش بما خص المكافحة نقدر نغطي بشكل جيد، لأنه بتبقى مكشوفة بشكل كتير مهم بأقل كمية من المبيدات، وبالتالي بنبقى عم نخفف من كمية الترسبات يلي ممكن تبقى على الشجر. رح نحكي اليوم عن التشحيل الشتوي بالزراعة الكثيفة للتفاح. نحن حاليا ببستان بمنطقة تبريح، هيدا البستان عمره 2.5 سنين حاليا، ورح نشتغل نحن وياكم على كيف لازم نشحله. ما
مبادئ التشحيل بالزراعة الكثيفة، أكيد لا شك نحن بدنا نربي تربية هرمية أو بدنا نربي شيء بنسميه سبيندل سيستم أو سولكس سيستم، يلي هن كلهم أشياء قريبة من بعضها أو موديفيكيشن كتير صغيرة بين بعضها. ولكن شو عشو بترتكز بشكل أساسي هالنوع من التشحيل؟ هالنوع من التشحيل بيرتكز إنه هذه شجرة بدنا نربيه لها سائق أساسي، هذا السائل الأساسي اللي عم نشوفه هون يلي بده يطلع من الأرض لارتفاع حوالي 3 أمتار 3.5 أمتار. على هالسائل الأساسي أنا ما بدي ربي خشب، هاي شغلة كتير مهمة، يعني أنا ما بربي ملوك وأفرعة قوية على هالسائل الأساسي. على السائل الأساسي أنا بدي ربي شيء بنسميه بنيات حامل، هذه هي بنيات الحامل، عم نتطلع نحن وياكم على بنيات الحامل. كل ما منكون وطين بالشجرة بنيات الحمل فينا نكبرها ومنصير نصغرها تدريجيا وصولا الى رأس الهرم. الايدين او بنيات الحمل اللي بدنا نربيها واطي فينا نتوسع فيها اكثر ومنضب معنا وصولا الى رأس الهرم تنوصل لمرحلة على 40 سنتي من الهرم من رأس الشجرة، لح يكون عندنا حوالي 40-50 سنتي ما بدنا لا حمل لا تفرعات ولا اي شيء تاني. يعني خلينا الحمل الكبير او كمية الحمل العالي تبقى من هون ولا تحت، اما بالمنطقة العالية لازم يكون عندنا الحمل الاقل. على الشجرة من الافرعة اللي بتطلع لازم نتخلص منها، لح نتعرف نحن وياكم على فرع هذا بنسميه سكر او رواضيع أو أفرعة جائعة. هاي الأفرعة الجائعة بتنمى ما بتتحول وما بتعطي براعم حامل، هي أفرعة عمودية قوية كتير، هايدي أنا بدي حاول أتخلص منها. شغلة تاني، كل الأفرعة اللي بتبلش تدخن وزويتها ضيقة، يعني نحن إيه هي الأفرعة الأساسية اللي لازم نبلش نفكر نحن لازم نتخلص منها؟ الأفرعة الجائعة مثل هاي. الأفرعة اللي أخذت تخاني أو اكتسبت تخاني كتير كبيرة نسبة للإماية الأساسية، وهون بحب لكم هذه الأفرعة إذا كانت غير متوازنة أو هذه الأفرعة يلي هي مثل هاي تقريبا بلشت تكتسب سماكة وما فيها توازن، بينما إذا طلعنا بهذا الفرع الموجود هون شوفوا الفرق داي تخينته ليكو فتحته كيف نايمة، وبنطلع كيف التوازن كتير عالي فيه، يعني هذه براعم الحمل ليكو داي متواجدة بشكل كتير كبير. بينما إذا جينا طلعنا بهالفرع التخين هيدا كله سوا يمكن عنا برعم حامل ومنه موجه مزبوط، يعني هيدي من الأشياء اللي لازم نحنا كمان نبلش نفكر يا بدنا نتخلص منها يا كيف لازم نحولها لشي جيد. بكل الأحوال لازم ناخد كمان قواعد عامة، فإذا قلنا كل شيء رواضيع لازم نتخلص منهم، كل شيء أفرعة أخذت سماكة أو تخاني بتتخطى نص سماكة الجذع أو أكثر من 3/4 الإنش نحن عموما هذا لازم نستأصله. وبكل الأحوال بهالنوع من الشجر كل سنة أنا بحق لي جدد 2-3 أفرعة اكتسبوا سماكة زايدة بدون ما يكون عندي أي مشكلة وبدون ما أخسر بشكل كتير كبير بالإنتاج. لا شك أنه بهالنوع من الزراعة استخدام شيء مسميه اللوبرز أو هاي المقصات الطويلة بتساعدنا بشكل كتير كبير، خاصة لحتى لي ما نحط سلالم ونطلع عليها ونعرض حالنا للخطر، وبالتالي نحن فينا نقوم بعملية التشحيل شبه كاملة باستخدام هاللوبرز الطوال. رح نبلش بعملية تحرير الملك. تحرير الملك يعني كل الأفرعة مثل هيدا ومثل هيدا الفرع يلي هن عم بينافسوا الملك الأساسي، وشوفوا لما نميوا حوالي كيف ضعفوا الملك، وهي شغلة مش مستحبة، وهودي الملوك كان عم بينافسوا الملوك كان ممكن نتحرر منهم أو ممكن نتخلص منهم بفترة بكير، ولكن يعني بفترة حزيران، ولكن هلأ وصلنا لهون رح نرجع نحررهم بهالفترة. كل اللي عم بينافس الملك جينا شلناه، هاي مرحلة واحد. مرحلة اثنين بأن هالنوع من التشحيل رح نتخلص من شيء بنسميه كل شيء اسمه رواضيع، رواضيع أو ساكرز أو أفرعة جائعة، يلي نحن عرفناها هي أفرعة بتبقى طالعة بشكل عمودي مثل هيدا الفرع ومثل هيدا الفرع اللي عم نشوفه هون، هودي فرعين اثنيناتهم بنسميهم ساكرز، كذلك الأمر لازم نتخلص منهم لأنه هودي أفرعة ما بيتحولوا للحمل وبيخلقوا عدم توازن بالشجرة تبعنا، بس إذا جينا طلعنا أنا عم خلي
شيء بنسميه خنصر. هيدا الخنصر لي انا ما عم بجي امسحه على الاخر، ما عم بمسح على الاخر لحتى لي ضل عندي شيء يطلع منه فرع جديد، وبالتالي ما اخسر هالمنطقه يبطل فيها تفرعات اضافيه. منشوف هون عنا شيء تاني سكر موجود على هيدا الشجرة، سكر أو الوضيع، هذا كذلك الأمر منجي ومنخنصره عطول عم خنصر مثل ما عم تشوفوا. الخنصر أساسي لحتى لي يرجع يطلع منه شيء جديد، ما إذا حتى على الأفرع الجانبية، الأفرع الجائرة اللي طالعة بحاول خنصرها لحتى لي أضمن أنه يرجع يطلع منها بنيات حامل أو يطلع منها بزبيز حامل. منوصل للمرحلة الثانية يلي هي أفرع أنا بالنسبة لي غير متوازنة وبلشت تكتسب تخاني كتير كبيرة، وإذا جينا طلعنا ببراعم الحمل اللي فيها هي ضئيلة جدا. هيدي كمان من الأفرع يلي أنا بفضل أنه نتخلص منها. كيف نتخلص منها؟ وكل سنة نحن قلنا حق بهالنوع من الأفرع اللي اكتسبت سماكة إضافية اتخلص من فرع لفرعين وببقى عم جددهم، وبالتالي أنا هيدا لما بشيله من هون ما معناته خسرته 100%، على العكس. ولح نشوف كيف بنعمل الخنصر هون. عم نعمل الخنصر بهالشكل، مسكر لجوا ومفتوح من تحت. شو الهدف انه نعمل خنصر مسكر من جوا ومفتوح من تحت؟ هيدا الهدف الاساسي انه يطلع عندي بنيات موجهة، كل بنية فاتحة هي بنية بتتحول للحمل، يعني كل فرع ممكن يطلع من تحت ما بيطلع عمودي، وبالتالي بياخد أنجل أو فتحة أو زاوية فاتحة، هيدي بخلي هيدي البنية اللي طلعت على هيدا الساق تتحول لبنية حامل مثل هيدي. التفرعات اللي طالعة على بنيات الحامل الغير موجهة، غير موجهة يعني طالعة لفوق كذلك الأمر، هي من الأفرعة هيدي منا موجهة، هيدي الأشياء اللي بحاول اتخلص منها. إذا وصلنا لمرحلة عنا أشياء راكبة على بعضها بحقلي أنا أجي فرد بهالشكل، يعني بخلي الأفرع عندي واضحة، الأشياء المتشابكة، يعني هون عم شيل أشياء متشابكة بين بعضها، مش أكتر من هيك. هوني مثلاً هيدي صارت كتيرة لتحت، في اتخلص منها، هيدي صارت كتير طويلة لهون، في أخذ قرار السنة أرجع فيه على بنية لهون، لحتى لي أجمع شجرتي. هلا إذا جينا طلعنا بهاي الشجرة كلها سوا، مبدئياً أصبحت متوازنة، ما بقى عندي إلا هيدا شوي قوي طالع من هالإمية الأساسية، ولكن في خليه منه كتير قوي. مبدئيا هيدي الشجرة إذا جينا طلعنا فيها، فيها توازن كتير حلو، فيها كمية حامل، ما بقى بدها ولا أي ضربة لا بالطالع ولا بالنازل. مثل ما عم تشوفوا هي هيدا التشحيل منه صعب، ولكن يتطلب شوية خبرة. نحن الهدف الأساسي نوصل الشجرة للتوازن المرجو، تتناخد أحسن إنتاج بأحسن نوعية بأحسن تلون، شجرتي بتنرش بشكل كتير سهل بالوقت ذاته. هيدي الشجرة ما فيها كمية أفرع جائرة ما إلى لزوم، ما فيها نمو خضري زائد نسبة لكمية براعم الحامل. وكذلك الأمر لما بصير عندي كمية براعم حامل زايدة أنا بشتغل على بشد أو بفرد من براعم الحامل لحتى خفف، وعطول يضل عندي توازن ما بين النمو الخضري وما بين حامل الشجر. وبكل الأحوال أنا براعم الحامل عطول بعد قدي عندي براعم حامل، وعلى أساسها بيخد قرار قدي لازم فرد. طبيعي كل ما بيكون ألم رفيع أنا ما في حمل علي فوق الطاقة، ولما بيتخن كتير كذلك الأمر بيبطل مستحب وبيكتسب سماكة كتير عالية أو بيكتسب سماكة بتخانة السائل الأساسي، هيدا معناتها فرع أنا لازم بلش فكر إنه لازم أصره واتخلص منه. ومثل ما عم تشوفوا إذا طلعت بهاي الشجرة من فوق لهون كمية الحمل قليلة، أما الحمل الأساسي وين صار؟ بهالقسم التحتاني. وهيدي شغلة كتير مهمة إنه عملية الإقطاف هون وعمليات الزراعية وكل الأعمال اللي بدي أقوم فيها من تفريد من رش من شو ما بعدكم صارت سهلة وهينة وبمتناول اليد، وهي أهمية الزراعة الكثيفة. إذا جينا عم نتطلع بهيدي الشجرة يلي حقيقة في عنا بعض الرواضيع مثل ما عم نشوف هيدي، وبعض الأفرع اللي بلشت تكتسب سماكة مش مزبوطة. وإذا جينا طلعنا بهاي الشجرة بعملية التشحيل تبعها وصلت لآخر خط بنية، ممكن يبقى يسأل المزارع إنه هيدي الشجرة لما بتوصل على آخر خط، على آخر خط شريط، شو لازم نعمل بالملك؟
من الأشياء اللي لازم نعملها إنه الملك فينا نطعجه وننايمه، وهي عملية تنييم الملك بتصير بفترة الربيع لأنه بيبقى فيه تراوي زايدة، وبالتالي عملية تنييمه بتبقى أسهل. ليه مننيم الملك؟ نحن مننيم الملك لما منرد الملك بننايمه بيرد الغذاء على القسم التحتاني وبيبطل هو اخذ القوة الأكبر، وبالتالي بيساعد إنه التفرعات بهاي المنطقة بالمناطق الوسطى بالشجرة تكبر وتنمى بشكل أحسن. ومثل ما عم تشوفوا هاي الشجرة فيها فراغات، وبفتكر أهم شغلة بهذه الشجرة بفترة الربيع لازم نشغل لحتى اللي نرجع نحسن عملية التفرع بمناطق الفراغ، ورح نحكي كيف فينا نشغل فيها. خلينا نشحلها هلأ وبرجع بحكي شو التفرعات اللي فينا نعملها، كيف فينا نساعد لحتى يصير عنا تفرعات جيدة. من الأشياء اللي لازم نعملها أكيد هيدا شو سميناها، هيدي الرواضيع. الرواضيع شو منجم نعمل فيها؟ من خنصرة. هيدي ايد حلوة، ولكن حاوكو هاودي قديه كانوا اكلين من الغزة تبعها، جينا شلناهم. هاي واحد. اذا جينا طلعنا هيدي بنية حامل يا اخوان، بس طلعوا شو طالع عليها، هيدا رضوع. هيدا شو لازم ينعمل فيه؟ تلقائيا لازم ينشال. اذا جينا طلعنا بهيدي الشجرة تقريبا بلشت تكتسب التوازن اللازم. هون اذا جينا شفنا هيدا صار داخل كتير على قلب الخط وصار بده يضيقنا، فينا نرجع نقصره لهون. سنة الجاي فينا نرجع فيه نقصره لهون، يعني ما عندنا مشكلة، ولكن أهم شيء بهيدي التفرعات ما نضرب ضربة مقص بطرد السنة. ضربة المقص يا إخوان بطرد السنة رح تخلي هيدا يتخن، وهيدا يرجع يصير نوع خشب مثل هيدا، يعني يتخن ويكتسب سماكة. أنا مثل ما حكينا بالزراعة الكثيفة ممنوع أفرع جانبية تتحول لملوك، تتحول لأشياء قوية، لأنه هذه الأفرع الجانبية إذا تحولت لملوك معناتها الشجر كله رح يفوت ببعضه، ومش هيدا الهدف من التشحيل بالزراعة الكثيفة. من الأشياء الغير متوازنة بهالشجرة عندي هيدا الفرع، كذلك الأمر شو بعمل؟ بجيب خانصه، ما شلته بالمرة. هلا هون اذا هيدا راكب على هي في اجي اقصره من هون وخلي هاي البنايه، ولكن انا بعتبر في عندي شويه براعم حامل خلينا نستفيد منه. بنرجع بنطلع بالافرعه اللي لازم لها تشحيل، البنيات اللي منا موجهه عم نشيلها كلها. اذا جينا طلعنا بهاي الشجره من الاشياء اللي بعد لازم نشتغل عليها، هيدا فرع جانبي في ما شيله، ولكن شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط له تقال. رح نطلب منه يحط لنا تقال هلا. هذا التقال بنحط بالربيع يا اخوان. هذا التقال لما بنحطه بالربيع شو بيعمل؟ بنيم الفرع، وبالتالي بيعطيه زاوية جيدة لحتى يتحول للحمل. بينما كل ما الزاوية تبع الأفرعة هي زاوية قائمة، زاوية 90 درجة، هذا شو رح يتحول؟ رح يتحول لفرع قوي وما رح يتحول للحمل. فهيدي عملية التطعيج أو التربيط على الحديد هيدا بيساعدنا إنه نوصل لمرحلة مثل هيدا، كله كان مطعج بفترة ومربط هون، هيدا التطعيج خليه يتحول للحمل ويضعف، كله بنقشعه بنيات حامل متوازنة كلها متلينة زوين حامل. إذا جينا على هيدا الفرع اللي قشعينه هون يكفي إنه نشيل الأفرع الواقفة، وهذا صار فرع زويته نوعا ما فاتحة، وهذا بيتحول للحمل. من المشاكل الموجودة بهاي الشجرة انه عندي من هون لهون وبهاي المنطقة في فراغات. شو اللي ممكن نعمله لحتى تفتح هاي الشجرة بهاي المنطقة؟ من الأشياء اللي ممكن نعملها في بعض التقنيات اللي بنسميها التجريح. التجريح هي شغلة كتير مهمة، أنا بوصل بس مش بفترة التشحيل، هاي بنعملها عند أول ما بتمشي الموية بالشجرة، يعني أي متى؟ تقريبا فترة أوائل نيسان. بفترة أوائل نيسان أنا شو بجي بعمل؟ مثل ما كلكم بتعرفوا الغذاء بفترة الشتاء بينزل بيتحقن على مستوى الجذور، بيجي بأول الربيع بيطلع من تحت لفوق. انا لحتى لي احصر غذاء على مستوى برعم معين بجي بجرح بهالشكل على مستوى البرعم اللي بدي اياه. هيدا الجرح اللي عملته هون هيدا رح يضمن انه يطلع عندي تفرعات معينه بهالمنطقه، حتى اذا عندي بنيات ضعيفه، بنيه يعني مثل هاي وما فيها قوه زايده
في حتى على مستويها اجي اعمل جرح. هذا الجرح اللي بعمله هون بيضمن انه البنية الموجودة هون ترجع تنمى وتقوى. ولكن برجع بأكد هيدي عملية التجريح، هيدي انت بتصير مع اول بداية النمو، مع لما العصارة بقلب النبات بتبلش تتحرك. فاذا هاي شجرة صارت متوازنة هلا، ما بقى بدها أشياء كثيرة. الشيء الوحيد اللي بدنا اياه انه بفترة الربيع نجي نجرح على بعض البراعم تيصير عندنا نمو متوازن. هلا رح نشوف احد التقنيات يلي نحن عموما بهالشجر بنستخدمها تنوسع زاوية التفرع. زاوية التفرع مثل ما حكينا هي شغلة أساسية. هذا الفرع لما بيكون ضيق هيك هذا رح ينمى ويصير ينافس الملك ويصير شيء تخين وما يتحول للحامل. بينما الزاوية الفاتحة مثل ما شايفينها هون بتعطينا براعم متوازنة. كرمال هيك من الأشياء اللي فينا نعملها، الأفرع يلي زاويتها ضيقة إذا ما بدنا نشيلها بالمرة فينا نستفيد منها. ولكن شو بنجي بنعمل؟ بنجي بننيمها على الشريط وبهالشكل بنجي بنربطها. لا شك الربطة اللي بدنا نعملها، وهي شغلة كتير مهمة وكتير أساسية، إنه أي ربطة بدنا نعملها مفروض تبقى تضلها واسعة. شو السبب إنه لازم تضلها واسعة؟ لازم تضل واسعة لحتى لي ما تشد على الخشب هو عم ينمى، ما تشد على الأفرعة هي وعم تنمى. وبالتالي نحن هيدي الطعجة اللي عملناها هون رح تضمن لنا إنه هيدا الفرع ما بقى ينمى بقوة ويتحول للحامل مباشرة. بالنسبة لهي الشجرة مثل ما عم شوف الملك عندنا محرر، ما عندنا أي إشكال فيه. لهي المنطقة كلها سوا مبدئيا ما عندنا أشياء كبيرة تنشغل خالصة. يمكن عندنا شوية تجريح بهالمنطقة بدنا نعمله بفترة الربيع، لأنه في عندنا منطقة فراغات من هون لهون، مثل ما عندنا من هون لهون منطقة فراغات. هلا قريب من الملك ما في لزوم نشغل أشياء كثيرة، بس بهي المنطقة بفترة الربيع نحن بدنا نجي نجرح لحتى يطلع عندنا نموات جديدة. من الأشياء اللي لازم نتخلص منها هالفرع ذات الزاوية الضيقة. عم نتطلع الزاوية الضيقة هون، معناتها هيدا من الأفرعة اللي لازم نجي وشو نعمل؟ نخنصرها. فإذا مثل ما شفتوا جينا خنصرنا هالفرع يلي زاويته ضيقة، كل شيء بنيات منا موجهة نتخلص منها. هون عندي فرع بلش يكتسب سماكة، هي اللي عم نشوفه هون، وعندي البديل تبعه. عنا البديل، وبالتالي نحن شو فينا نجي نعمل هون؟ بنجي بنتخلص من الفرع هيدا، رح نجي نشيله بالمقص الصغير ثم نجرح اللي تحته. فإذا صار عنا البديل المتوازن بشكل أكبر. شغلة تانية بهاي الشجرة، عنا الأشياء يلي هي بقيت واطي كتير يلي هي تحت الشريط، هالقسم. بهيدا القسم لا شك كل هالاشياء الواطي نحن فينا نجي ونتخلص منها لانها اصبحت واطي كثير وبدت تضيقنا بالمعاملات الزراعيه. اذا جينا طلعنا بهالشجره كلها سوا اصبحت متوازنه، وهي الشجره ما بقى بدها شيء غير هيك. من الاشياء اللي فينا نعملها تعطيني التقالات عمو المعروف، هيدا الفرع الموجود هون ممكن نحط له تقال ونتقله. بس اي متى هالتتقيل بيصير؟ بفترة الربيع. هيدا التتقيل ليه بنحطه هون؟ هيدا التتقيل بيضمن لنا انه هيدا الفرع ينام، بيعطينا الزاوية الفاتحة، وهي الزاوية الفاتحة بتضمن لنا انه هيدا الفرع ما بقى ينمى ويتحول كله للحامل. هون رح نحكي مبدئيا عن زراعة او تشحيل على شكل في. لا شك بهالنوع من الزراعة عملية التفرع اسهل بكتير من التشحيل بالزراعة العمودية او المربى بشكل هرمي. شكل في او لما مننيم شجرتنا بمعدل 15 او 20 درجة، هيدا رح يضمن انه الملك يصير اضعف. ولما بيضعف الملك شو بيعمل؟ بيرد غذاء على الأفرع الجانبية. وكرمال هيك عم نقشع أن التفرعات بهالنوع من الزراعة أسهل بكتير مما هي بالزراعة الملكية 100%. فإذا التربية على شكل في هذا رح يضمن لنا أنه يصير عندنا تفرعات أحسن، رح يصير بدون
بسهولة أكبر. وبالتالي نحن شو عشو بترتكز هالنوع من التشحيل؟ صحيح هون شجرنا بعده صغير بالعمر، يعني ما عمره أكثر من 4 أشهر مزروع أو 5 أشهر، كرمال هيك ما فيها الشغل الكبير اللي بدنا نعمله. بس عموما اللي بنعمله بهالنوع من التشحيل، الأفرع الزادي اللي بقلب متواجدة كتير لجوة وممكن ضيقنا، وخاصة إذا كانت قريبة من الملك هي اللي منتخلص منها، أما الأفرع اللي موزعة على الشريط ولا برا هي اللي منحافظ عليها، وبهالشكل رح نقدر ناخد منها أفضل نتيجة. هلأ هيدي صحيح تفرع لجوة، بس لأنه واطي كتير ما رح نشيله، لأنه ما بيأثر على الضوء، الضوء كلنا بنعرف رح يفوت من فوق لتحت، فينا نخليها بهالمرحله. ممكن من الاشياء اللي ممكن نعملها بهالشجره، انا برايي اذا تخلصنا من هالفرع الجانبي يلي فايت لجوا، وهون التفرعات كلها اللي عم تشوفوها هي كافي وافي انه تخلق لنا توازن كتير كبير. لا شك انه هذه الشجره فيها براعم حمل كتير زايده نسبه لتخنتها، وبالتالي انا بتمنى على المزارع يفرد قسم منهم، وهي اللي احنا عملوه تفريد شوية برعم حامل، لا خاصة البرعم الموجود للناحية الداخلية بقلب الشجرة، وبهالشكل هيدي الشجرة كامل التشحيلها. لا شك ما عنا كتير اشياء نشحلها بهالشجرة لانه مزروعة جديد، يمكن بالمستقبل ممكن ناخد فكرة اوسع واكبر بالنسبة لشحيلة الشجر على شكل فيه. عموما بس ناخد فكرة للمستقبل، بهاي النوع من الشجرة ممكن يطلع عنا رواضيع قوية للناحية الداخلية بقلب الشجرة، هيدي أكتر شيء اللي ممكن نحن نصير نتخلص منه. أما التفرعات الجانبية بس الأشياء اللي راكبه على بعضها كتير ممكن نخففها عن بعضها، أما باقي الأشياء بنفلتها مثل ما هي.